السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على البطاقه الوطنيه الجديده اللي غادي تفعل في هذه السنه ديال 2020، وغادي نعرفوا علاش البطاقه الوطنيه الجديده تفعلات وعلاش بدلوها، وغادي نعرفوا مميزات ديال هذه البطاقه هذه واش بحالها بحال البطاقه القديمه، لان البطاقه القديمه كانوا قالوا لنا غادي تعوض واحد ربعه ديال الشواهد، شهاده السكنه، شهاده الجنسيه، عقد الازدياد ولا شهاده الحياه. ساعات شي هذا تعذر لظروف ما عرفناش علاش، ربما كان هذا هو السبب للعمل على بطاقه تعريف وطنيه جديده وبمميزات عالميه، لانهم استفدوا من التجربه ديال دول متقدمه في هذا المجال هذا، واستفدوا من التطور التكنولوجي والمعلومات اللي وصل ليه العالم مؤخرا. بقاو معايا غادي نكتشفوا هذه البطاقه الجديده ونكتشفوا كل ما يتعلق بها وكل ما يجب عليك ان تعرفه عن هذه البطاقه. ولكن قبل ذلك شارك معنا وفعل الجرس ليصلك الجديد إن شاء الله. ابقوا معي. السلام عليكم من جديد. كل ما عليك معرفته عن هذه البطاقة فهي مصنوعة من مادة البوليكربونات، وهي مادة صحيحة وصلبة ومقاومة للغبار ولا الماء، وتصبر في جيبك مدة ديال 10 سنين أخرى إن شاء الله. المعلومة الثانية اللي مهمة في هذه البطاقة هي أن أي واحد يقدر يتأكد من صحة هذه البطاقة. واحد الساعة ما كانش يتأكد منها غير الأجهزة الأمنية، أما دابا تقدر الإدارات والمؤسسات يتأكدوا بأن هذه البطاقة هذه ديالك ولا ماشي ديالك، وماشي غير بالمعلومات المنظورة أي بالصورة. الفيس هذا كنا تنعرفوها شو هذه البطاقة ديالك غير بالصورة، ولكن دابا زادوا لها إضافات أخرين وحسنوا القضية باش ما يوقع لا تزوير ولا تدليس بالبطاقة ديالك. خصك انت تكون مولاها، وعطاوك جوج مسائل باش تاكد هذا الامر. الامر الاول هو البصمه، والامر الثاني هو الكود بين. فالبطاقه مجهزه برقاقه، تكون في البطاقه واحد لابيس، واحد الشريحه كاينه في البطاقه، وهذه الشريحه هذه مسجله فيها جميع المعلومات اللي تتعلق بك، سواء المعلومات المكتوبه على ظهر البطاقه او معلومات ما مكتوبهش في ظهر البطاقه كالكود بين والبصمه. فأي رقاقة تحتوي على معلومات ديال البصمة ديال جوج أصابع واحد الكود بين. علاش الكود بين وعلاش هاد البصمة هادي؟ لأن غادي تكون واحد المجموعة ديال الإدارات، واحد المجموعة ديال الإدارات عمومية أو خاصة اللي يقدروا باش يتحققوا من الهوية ديالك. غادي يشدوا البطاقة وغادي يدوزوها في واحد الجهاز وغادي يطلبوا منك الكود بين إلا كنتي مفعلو، إلا ما كنتيش مفعلو غادي يطلبوا منك البصمة. فحتى تدير البصمة ديالك عاد تيعرفوا بأنك راك فعلا أنت هو مول البصمة هو مول ديك لاكارت. وهاد الشريحه هادي غادي تمكن واحد المجموعه ديال الادارات باش عاد موقع يكتبوا ويديروا لا سيزي بالكلافي ويدخلوا المعلومات يدويا، غادي يحطوا البطاقه وغادي تدوز عبر تقنيه NFC بحالها بحال الهواتف الذكيه. يعني انها تدوز بمجرد ما تمرر البطاقه عليها وتيدخلوا المعلومات ديال كاملين في الجهاز الاستقبال. كما ان المديريه ديال الامن دارت واحد البوابه في الانترنت ومكنت عباد الله من خلال هذه البطاقه الذكيه هذه باش حتى هما يطلبوا لي كارت ديالهم ويخلصوا الواجبات ديال لي كارت ديالهم عبر الانترنت، ويستافدوا من واحد المجموعه ديال الخدمات اللي تتقدمها هذه البطاقه الذكيه. سيبداوا العمل بهذه البطاقه في اوائل السنه الماجيه 2020، والناس اللي بحال جددوا لا كارت ما غاديش يضيعوا في المصاريف ديالهم، غادي يخدموا بلا كارت ديالهم حتى تموت، عادي يديروا لا كارت جديده. وإلا بغاو يستافدوا من المزايا ديال البطاقة الوطنية الجديدة يقدروا يمشيو واخا ما سالت لهمش القديمة يديروا وحدة جديدة. التكاليف ديال البطاقة الوطنية الجديدة تتبقى هي نفس التكلفة، ما كاينش تغيير. وعلى حسب بعض المصادر بأن هذه البطاقة الوطنية الجديدة ما غاديش تكون مقيدة بالسن، يعني أن حتى اللي ما وصلش 18 عام يقدر يستافد منها كالتلاميذ وكالطلبة. ومن بين المميزات التي تمتاز بها هذه البطاقة الوطنية الجديدة أنها في حالة الفقدان أو الضياع يمكن إبطال عملها عبر ذاك الكود بين اللي عطاوك في بعض مصالح ديال الأمن. في هذا الفيديو حاولت نقرب لكم البطاقة الوطنية الجديدة وكل ما يجب أن تعرفه عن هذه البطاقة الوطنية الجديدة، وفعلا اللي جات في الوقت المناسب ديالها، لأن بزاف ديال المشاكل اللي وقعوا بلا كارت، لأن ما عندناش طريقة باش نتحققوا واش هاد لاكارت ديال مولاها ولا ماشي ديالته. والميزة الكبيرة ديال هاد لاكارت كما قلت لكم كاع كملخص لهذا الفيديو هذا، أن البطاقة ديالك تدل عليك أنت، يعني أن ديك البطاقة ساهل باش نعرفوا واش أنت مولاها ولا ماشي مولاها، سواء بالكود بين إلا فعلتيه، سواء بالبصمة.
الا ما كنتيش انت مول ديك البصمه يعني انا ماشي لاكارت ديالك يعني ساهل باش غادي نعرفوا واش انت مولاها ولا لا. حتى لهنا تنكون ساليت هذا الفيديو هذا، تنتمنى نكون زدت لكم بعض الايضاحات وبعض الافادات، والا كان شي جديد راه غادي نطرحوه ان شاء الله. شاركوا معايا في القناه اللي مازال ما شاركش، وفعلوا الجرس باش يجيكم جديد. تحياتي والى اللقاء.